أهلين أهلا وسهلا في مساحة بريمن هافن، واليوم إن شاء الله الله يقدرنا في الخير على المظاهرة مع إخواننا فلسطين يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله النص لكل دول عربية يا رب، وخاصة فلسطين كتير كتير لأنها انضرت كتير، والشغلة هاي مو إنسانية، هاي واجب وطني، واجب إسلامي، واجب عربي يا رب إن شاء الله. وبعد شوي بنبلش إن شاء الله عن المحاولة وعلى الحوار مفتوح على الشعب لسانة فلسطين، وتحيا فلسطين وإحنا فلسطين، ونوجه الرسالة والصوت وكل شيء، وبالسؤال والجواب إن شاء الله ونكونوا قد ما عملنا إن شاء الله يا رب. Free Palestine. Jetzt komm. Heute sind wir alle hier, weil wir dasselbe Ziel verfolgen, und zwar Frieden. An erster Stelle möchten wir selbstbewusst und überzeugt klarstellen, dass wir gegen jeden Antisemitismus sind. Nach dem Anschlag in Halle, nach hunderten Übergriffen auf Synagogen, gilt jederzeit Stopp Antisemitismus. Aber wir tun dabei nicht so, als wäre es ein importiertes Problem, weil wir keine Rassisten sind. Das ist der Unterschied. Bis zum Jahre 1947 lebten Christen, Juden und Muslime friedlich in einem Land. Wir müssen mit ansehen, wie Menschen illegal aus ihren Häusern vertrieben werden. Bis 45 wiederholen sich. Und die Täter-Opferrolle nimmt eine neue Wende. السلام عليكم. السلام. هذا أخي من لبنان كمان إذا شارك المظاهرة على فلسطين في ساحة بريمن. احنا منظمين طبعا للمظاهرة. هلا بس بدنا نحكي كلمة. ما في لا صوت يعلو فوق صوت الشهداء. وما في ما فينا نعبر قد ما عبرنا بالحكي. ما حنقدر نعبر قد ما الشهداء. نعم. والرحمة عليهم كلهم والنصر لإلنا كلنا، وإن شاء الله أول على آخر رح ننتصر. هذا أجيال هاي معظمهم ولدوا بألمانيا يعني ما إجوا معنا من ال، والحمد لله بعدهم حاملين القضية الفلسطينية وعدهم ينظموا، وهم اللي نظموا للمظاهرة. الحمد لله هذا فخر لنا وفخر للأمة العربية. نعم. والحمد لله أنه غزة عم تدافع عن كل الأمة العربية وعن كل الأمة الإسلامية. الحمد لله رب العالمين. فهذا نصر للعرب كلها وللإنسانية، لضمير الإنسانية كلها. هذا نصر لضمير الإنسانية كلها للمظلومين بالعرب. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عاش فلسطين مرة عربية. سقطيها على المونتاج. Die haben keine medizinische Hilfe. Sie werden ausgegrenzt wie Menschen zweiter Klasse. Der Staat Israel wurde offiziell von der UN als Rafael eingestuft. Das alles wird aber kein einziges Wort von den deutschen Medien erwähnt, weil sie zu sehr damit sind. بسم الله حبايبي، الله يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم وحفظكم تحت المطر، الله يجعلها في موازين الحسنات ويرضى عنكم. الآن بدنا نبعد شوي صغيرة عن بعض، قلوبنا إن شاء الله كلها قريبة على بعض، بس ناخذ أبشتاين كل واحد يبعد عن الثاني، يحاول إلى أحزاب معهم دوائر يوقفوا على حدود المظاهرة من برا، مو من جوا، احنا شايفين هنا الشباب جميعا. واطلع الصورة لبرا، يعني اطلع على الجهة الثانية هنا بدي اغلبك. ايوه او خليك ما فيش مشكلة، ايوه ارفعها، المهم الناس. الحق سلاحي واقاوم، انا فوق جراحي ساقاوم، انا لن استسلم لن ارضك، وعليك بلادي لا اساوم. السلام عليكم. وعليكم. هاي أختنا فلسطينية وجات لتتكلم رسالة لبلدها فلسطيني، وهي توجه رسالة قوية لأن هي فلسطينية. وشو السبب هون في مظاهرة بريمن هافن؟ السبب إنه أنا مع إخواتنا الفلسطينيين في الداخل مع أهلنا في غزة، وإن شاء الله إن شاء الله منتصرين حتى آخر نقطة دم فينا. تحيا فلسطين وتحيا غزة، ومبارك لكم النصر يا أهل غزة. Thank you.
بنذكر الأحباب بالمسافة، حنجننكم اليوم بالمسافة. أبشتند هالتن بيتر والمسكة عنا رح يطلع الصوت. طيب من ألمانيا أخواتي وأحبابي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. وكتبنا اليوم دعم لأهلنا الصامدين المرابطين الثابتين رافعي الرؤوس على أرض فلسطين، أرض الحق والعدالة، أرض القدس، الأرض التي تشتاق إليها القلوب كل يوم وترحل إليها العيون مع كل صباح، الأرض التي تكشف زيف النفوس إن زافت وصدقها إن صدقت، إن وقفت مع الحق أو وقفت مع المصالح، إن وقفت مع الإنسان أو وقفت مع القوة ويعني مع قوة الحق إلى حق القوة. في فلسطين تظهر الإنسانية، يظهر الضعيف المتمسك بحقه، المتشبث بأرضه، الذي لو عرضت عليه الدنيا بأسرها ليبيع ترابها بكل الدنيا أبى وقال لا. في حي الشيخ جراح أناس قلائل من أجلها ذرفت عيون ولتربها حنت قلوب. إنها فلسطين أرض القدس، أرض الأقصى ومسرى محمد صلى الله عليه وسلم، أرض الأنبياء والمرسلين. على أرضها، على أرضها عاش إبراهيم وإسحاق ويعقوب والكثير الكثير من أنبياء الله. أرض بيت المقدس، أرض المحشر والمنشر، إليها ولها دعا رسول الله حين قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. ضمت في ثراها قبور العديد من الأنبياء والأولياء والأصفياء وصحابة رسول الله، آلاف من أعلام الأمة نهلوا من تربها واستقوا من صافي ينابيعها وعشقوا الحق لما تنفسوا هواءها. بالضبط بالضبط. من أجلها قال السلطان العادل محمود الدين محمود نور الدين زنكي رحمه الله: أستحي من الله أن أبتسم وبيت المقدس في الأسر. وكذا كررها صلاح الدين: كيف لي أن أبتسم والأقصى أسير. في سبيل الحق وفي سبيل أرضها عاشت أمم ورفع الله ذكرهم في العالمين. هناك حيث قال الله عز وجل للمستضعفين من بني إسرائيل حين قالوا لنبي لهم: اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فلما كتب عليهم تولوا. ومن قبلهم موسى عليه السلام ومن معه قال: ادخلوا عليهم الباب، لأنها الأرض التي كتب الله لعباده المصطفين. فلما تنكبوا عن الدين حرمها الله عليهم، فقال: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الظالمين. ثم توالت الأيام حتى جاء الفاروق عمر رضي الله عنه، عنوان العدل والعدالة، الفاروق العادل الذي حكم فعدل فأمن فنام. دخلها ماشيا واستلم مفاتيحها وأعطى الأمن لكل أهلها بكل أديانهم. ليومنا هذا تبقى العهدة العمرية، عهدة عمر رضي الله عنه، شامخة تؤمن المسلم على دينه والنصرانية على دينه والكنيسة والصليب وكل الأديان. وثيقة عمر رضي الله عنها الخليفة الراشد الثاني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر،
بقيت شامخة لترى العالم أننا بالعدل حكمنا وبالعدل بقينا. ثم جاء صلاح الدين رضي الله عنه ورحمه الله بعد أن حكم الصليبيون القدس والأقصى أكثر من 90 سنة ليكون إسطبلا للخيول. ثم لما دخلوا القدس واحتلوها أسالوا دماء تقدر بأكثر من 70,000 قتيل أو قتلة لما دخل الصليبيون. فلما دخلها صلاح الدين وكان له حقا أن ينتقم لكنه لم ينتقم، فتحها بالعدل أيضا. هكذا كنا وهكذا بقينا، نقبل الكل ونرضى الكل. لما اضطهد اليهود في إسبانيا وكانت محاكم التفتيش، لجأوا إلينا في المغرب العربي الكبير وفي أرض الإسلام. لما سدنا حكمنا فعدلنا، الشعب الفلسطيني شعب له حق. من مهازل الحديث حين نتحدث عن الشيخ جراح يقولون لدينا وثيقة لبيت ب1870 تدل على أن صاحبه كان يهودي، وما الغرابة في ذلك؟ كل بيوتنا في يافا وحتى وعكا وحيفا أصحابها يحتفظون بكوشاناتهم تحت وساداتهم، لا ينامون حتى يطمئنوا على بقائها. العدل بغير عين بالعمى ولا أقول بالعور، حين يقال أننا نحتكم إلى محاكم الظالمين. القانون الدولي قبل بحدود 67 أرضا لفلسطين وشرع أن لأهلها الحق في قيام دولتهم عليها، ولا زال الغاصب الظالم المحتل يمتد ويمتد. يقدر عدد المستوطنات أو الأرض التي اكتظمت من الضفة الغربية، يا إخواني من الضفة الغربية، لا نتحدث عن فلسطين التاريخية، نتحدث عما شرعه القانون الدولي حقا للفلسطينيين بأكثر من 50% من الأرض في رام الله، في نابلس، في الخليل وفي القدس. وحدث عن القدس ولا حرج. تستيقظ تنام ليلا وإذا الأرض فارغة، تستيقظ وإذا مدينة كاملة قائمة قد اقتضمت أرض الناس، قطعت أرضهم وقطعت أوصالهم وقطعت مدنهم. ثم يقولون لإسرائيل حق الدفاع، والشعب الفلسطيني له حق، لا أدري حق العيش على أرضه أم حق الهجرة. أكثر من إن لم تخن الذاكرة 7 إلى 9 مليون فلسطيني لاجئ إخواني في كل الدنيا، يرفضون التجليس، يرفضون الجوازات، وتضيق عليهم الأرض ويقال لهم لا أرض لكم دعويكم. ثم تفتح الأرض على مصراعيها لأجل حامل دين، شخص يولد في أقصى الدنيا لا يعرف من فلسطين شيء لأنه يحمل دين معين يحقه الدخول. وكل فلسطيني أجداد أجداد أجداده منذ آلاف السنين عاشوا على تلك الأرض لا يحق له حتى أن يأتيها زائرا. أي ظلم يحياه العالم ثم يقولون للفلسطيني لا تنتفض، لا تتحرك، لا تتعلم، لا تتعلم، لا تصرخ، لا تتكلم. عربي عم بحكي، ما علي لأجل قدسكم، لأجل مقدساتكم. هؤلاء هم الشرفاء والأبطال الشامخون في كل مكان. زينة الحق لنا والأرض لنا، الحق لنا والقدس لنا والكل لنا. إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون لم تزول على الفرح الجبال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف يوجه لنا يعني رسالة لإخوتنا الفلسطينيين وأنت في ساحة بريمنهافن؟ نعم. ووضح لنا الصورة يعني الصورة كمان يعني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
الحقيقة نحن جئنا إلى هنا إلى هذه الساحة تضامنا مع إخوتنا في فلسطين قاطبة من غزة إلى الخليل إلى القدس إلى كل مناطق فلسطين، لأننا نعلم أنه حق، والحق يعني لا يموت إذا كان وراءه مطالب. جئنا حقيقة تحت هذه الشتاء والأمطار حتى نقف هذه الوقفة مع إخوتنا في فلسطين لنقول لهم نحن معكم، نتضامن معكم، حتى وإن كنا على الضفة الأخرى من الشام، ونحن أهل الشام، بلاد الشام واحدة، فلسطين وسوريا، ونعلن كما أننا في ثورتنا الثورة السورية المباركة نعلن للعالم أننا ضد الطغاة، كل أنواع الطغاة، الحكام والصهاينة وكل هؤلاء الطغاة الذين يقبعون على أنفاسنا في هذه البلاد المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى. هذه الوقفة حقيقة يعني يعتريها نوع من الأمل، ويعني يضاف إليها هذا النصر إن شاء الله تعالى الذي يحققه إخوتنا في فلسطين كل يوم، كما يحقق إخوتنا في سوريا أيضا صمودهم وثباتهم ضد طاغية الشام بشار السفاح، كذلك إخوتنا في فلسطين يقفون ضد الصهاينة المعتدين الذين سرقوا الأرض وهتكوا العرض ودمروا البلاد. كلنا في هذه كان على رأي أهل العرب عندما يقولون إن المصيبة تجمع المصابين، هذا مصابنا واحد وألمنا واحد، هو أننا واقفون مع الحق، واقفون ضد الظلم، طغيان واحد، ظلام واحد، سواد واحد، يجب أن يزول حتى يرتفع عن هذه الشعوب ربقة الاستبداد والاستعباد، ويرتفع عن رقبة هذه الشعوب كل هذا الظلم، حتى ينعموا بالحرية والكرامة، ينعموا بأرضهم، ينعموا ببيوتهم، ينعموا بمقدراتهم، ويزول هذا الطغيان، وإن شاء الله لا يموت حق وراءه مطالب، ونحن وراء هذا الحق ونحن صامدون. نقول لإخوتنا في فلسطين وسوريا تحية لكم أيها الأحرار من هنا من بريمرهافن في ألمانيا، تحية لكم وألف تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير ويبارك فيك دكتور، الله يسلمك يا رب. شوف توجه كلمة للشعب الفلسطيني الموجود حاليا بفلسطين. والله انه الكلمة بتعجز انه نحكي للشعب الفلسطيني، رفعوا راس الأمة العربية في وقت اللي حكام العرب زرعوا فينا الذل والخذلان، هن رجعوا زرعوا فينا الأمل، ورجعوا زرعوا في نفوس الشعوب العربية اللي كانت ميتة الأمل، وعادت إن شاء الله النصر لفلسطين وترجيع الأقصى، وإن شاء الله لإسرائيل لزوال. آمين يا رب، آمين يا رب. أنا بقول للشباب، يا بقول للحكام العرب، يا ريت يكون هن نساء، حرام يكون رؤساء، لو يستحوا شرفهم لازم يروحوا يتركوا الكراسي لغيرهم. سداد حجي سداد، حرام. ونحن بنحيي الشباب ونفديهم في روحنا، وقليل شو ما عملنا قليل إلهم. وتحيا فلسطين حرة عربية، تحيا فلسطين، وتحيا شباب الثورة كلها وحماس وكل فلسطيني، وبركة أيديهم، بركة أيديهم، ونحن ترفع لهم القبة، القبة عليهم احتراما وإجلالا لهم. شو ما قدمنا من دم لباس روح قليل. أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم. عدوك يا وطن انتحر عليك. السلام عليكم. هلا احنا خلصنا المظاهرة لفلسطين، اخوتنا ان شاء الله ينصروا، وان شاء الله في داك فلسطين، وان شاء الله الصورة وصوت وقلبنا كله معهم يا رب ان شاء الله. سلام. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم. عدوك يا وطن انتحر عليك الكون ما قدر، قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخوف.